أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن المصالح الجزائرية للملاه سجلت 6000 حالة سرقة للمياه عن طريق الربط الغير الشرعي بشبكة التوزيع، كما كشف أن ديون الجزائرية للمياه تعدت 14 مليار دينار جزائري، أغلبها من عدم تسديد المؤسسات العمومية لمستحقاتها. أحمد محمود. نقولها بعبارة بسيطة، هو سرقة المياه سواء على مستوى المواطن البسيط أو على مستوى الوحدات الإنتاجية بأحجامها المختلفة. تم الإحصاء، يبدو لي حوالي 6000 حالة، حلينا أكثر من 3000 حالة يعني بالتراضي، وأكثر من 2000 حالة، 2600 حالة راهي في المحاكم فيما يخص المواطن لي ميناج، يعني دوف هذو فيه تحسن كبير، بحيث الناس راهي اللي عندها الكونتور وعندها بونما الأغلبية راهي درك تمشي تسلك. بقاو بعض المؤسسات، أنا كنت تكلمت على 14 مليار تخص المؤسسات وبعض الجماعات المحلية. وفيما يخص أزمة العطش التي تعيشها بعض المناطق الداخلية، أكد الوزير أن السبب يعود إلى زيادة الاستهلاك للمياه في هذه الفترة ب 35%، يضاف إليها بعض الأعطال في المضخات وجفاف بعض الآبار، مؤكداً أن مصالح الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان تزويد المواطنين بالماء الشرب. On va dire de 25 à 30% au moins. Ouais. Qui dit augmentation de la demande, mais c'est aussi la saison sèche. C'est-à-dire la demande augmente, mais il n'y a pas d'apport supplémentaire en ressources. C'est une équation qui est un peu difficile. Ou fait par le bouddhisme catholique, c'est une tarage en chouïa fait par le abar. اللي تأثرت بها بعض المدن، نعطيكم على سبيل المثال الصيف تروا فوراج ولاو خلاص نشفوا. اي نو زافون دونك ان بروغرام داكسيون، سا فا دو لا بو بتيت اكسيون جوسك دي اكسيون ان بو بلو لورد، اي نو سوم ان تران دو تريتي لي بانوار هادو، اي بور سارتان كا نو زيتيون اوبليجي دو موبيليزي بلو دو 200 كاميون.